السلام عليكم. هشتغل النهاردة على تابلو كبير مقاس تقريبا 170 في 50، لا 50 و170 كبير يعني. المهم الفكرة النهاردة ان انا هدمج بين مجموعة من الصور في التابلو ده، يعني موسيقي شوية، بنت عازفه كمان والكمانجه نفسها، ووحدات من الاركت كمانجه وراقصه باليه وعلامه المفتاح الموسيقي. ادي مجموعه الخشب، وده كمان هشتغل بيه برضو. المجموعه دي اللي انا هشتغل بيها على التابلو بتاعي، هنمشي مع بعض خطوه بخطوه. اول خطوة انا هعملها ان انا هلزق الصورتين، واحدة هنا وواحدة هنا، بحيث ان انا هربط بينهم بمجموعة الاشكال اللي معايا. ولو احتاجت صور تاني من موسيقى برضو هحاول ان انا ادخل الدمج بين الصور معايا. القطعة الخشب دي كانت عندي، انا كنت دهنها على حاجة تانية وما استخدمتهاش، قلت استفيد بيها ومش مشكلة التلوين اللي عليها ده، هلون الدمج مع الالوان والشغل بتاعي هيداري كل الارضية بتاعتي. ممكن قوي اخلي دي الظهر، تبقى الظهر بتاع الشغل، واقلب الناحية التانية اشتغل. ثواني، لا خلينا كده. المهم هلزق دي وهلزق دي طبعا بالورنيش المائي عادي جدا. زي ما انتم شايفين انا مقصة الحروف بشكل عشوائي علشان اثناء الدمج ما يبانليش حرف الورقة نفسها. هلزق ونرجع مع بعض. هاجي هعمل دمج حوالين الصورة دي بالالوان بتاعتها، البني والاصفر وقليل قوي من الابيض علشان اعمل الدرجه اللي انا عايزاها. زي ما انتم شايفين كده انا مكونه الالوان اهو، اصفر وبني وابيض، وطبعا لازم احط ورنيش ماء على اللون. هعمل كده الحرف بتاعي يكون البني قريب مني، ولو ابيض يبقى بالشكل ده كده تمام. معلش لو اختفى حاجة لاني الموبايل اتحرك، فانا مش عارفة حقيقي ايه اللي اختفى وايه اللي ما اختفاش. هاخد فرشة تانية اهو اللون، مشاعر لا اللون عايز يغمق، هظبطه ونرجع. اضفت بنفسجي مع اللون بتاعي عشان يديني الدرجة بتاعة الفستان كده. هاخد من الابيض شعرة وانا ممكن قوي ادخل جوه بحيث ان انا اخلي كله لون واحد، كاني برسم انا بالفرشة بتاعتي.
باينه كده. كده انا عملت تقريبا الفستان، تكملت الفستان بنفس مية الفستان الاصلي، كملت الفستان بتاعي. هعمل حوالين الصورة التانية بنفس الطريقة ومع تدرج طبعا الالوان اللي هي مناسبة ليها. هخلص الصورة بنفس باليتة الالوان بتاعتي، انا مغيرتش باليتة الالوان بتاعتي، نفس الالوان، بس لما بدخل ده مع ده دخلت البني مع الازرق اداني اللون اللي هو ماشي قوي مع حوالين الصورة، وبدخل جوه الصورة علشان ادمج الالوان بتاعتي مع بعضها بحيث ان ما يبانليش فروقات. هخلص ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده. عملت حوالين الصورة دي يعني تدرج الالوان بتاعها بنفس خلفية الصورة، وهنا بنفس خلفية الصورة هحاول ادمج بين اللونين مع بعض عشان لما اجي طبعا ايدي كلها الوان، اما اجي يعني اضيف الاضافات اللي انا هحطها ما يبقاش في فاصل بين الجزئين. معلش طبعا الجزء اللي انا سجلته قبل كان في جزء وانا يعني ايه بدق على الترابيزه، الموبايل اتحرك فالكاميرا اختفت شويه، فطبعا هظبط الدنيا واوريكم انا بعمل ايه. انا بعمل بالفرشه بالشكل ده، وبعدين باخد بالسفنجه اخبط كده بحيث ان يمص لي الزيادة، والسفنجة نفسها يبقى فيها اللونين مع بعض، واحاول امسح على الارضية بتاعتي عشان تاخد من مية اللون بتاع الاصفر ده، وفي نفس الوقت مبينالي التشقق الموجود تحت، فمديني تأثير حلو قوي للخلفية، عجبني فسبته يبان، ما تقلتش الالوان بتاعتي بحيث ان انا اغطي التشققات اللي باينه بالازرق، بحيث ان هي برضو ضربه مع لون الفستان نفسه، يعني جت مصلحه ضربه مع لون الفستان فمديني تاثير حلو قوي للخلفيه. طبعا هتبان لما تخلص خالص، هيبان النتيجه بتاعتي. شايفين السفنجه بتمص من اللون وتفتح بين الناحيتين، يعني تدمج بين الناحيتين، فبالتالي بتديني كأني انا مفيش خطوط فاصلة بين الالوان مع بعض. هخلص اللوحة الارضية اللوحة وبعدين نرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده. شايفين دخلت الالوان في بعض بالدق، يعني اخدت الاصفر على اللون اللي انا حطاه ده بحيث انه وطبعا بالسفنجة بضرب بمص اللون وامشي من هنا لهنا ومن هنا، يعني ايه كأني بمشي كده. شايفين التشقق باين ازاي؟ باين، مديني خلفية حلوة قوي للوحة، ولكن سيحت الالوان مع بعض. حلو قوي الدمج بالسفنجه، مريح جدا، وخصوصا ان هو بيبقى بتتشرب منه وبمشي على الجزئيه كلها. ناقص لي الجزء ده هعمله، وانا كده تقريبا خلصت التابلو، ولكن خارج التصوير لاني
التابلو على قد ما هو في حاجات كتير، ولكن مش شرح على قد ما هو تكوين. فطبعا عشان اعمل تكوين فكان لازم ان انا بعمل تخيلات وبجرب وبشيل وبحط، والحاجات دي كلها بتاخد وقت معايا، فما كانش ينفع اعمل تسجيل. فقلت ان انا لما اوصل للشكل النهائي اوريكم واقول لكم انا عملت ايه. انا زودت طبعا زي ما قلت لكم قبل كده الفستان بتاع العروسة بتاع العازفة بألوانه، اضفت هنا صورة باينة، اضفت صورة زيادة، عملت ستنسل، وادي الستنسل اللي انا اشتغلت بيه، التانية مش عارفة فين. اشتغلت هنا نوع ستنسل بشكل وهنا بشكل تاني، واضفت الاركات الخشب الوحدات اللي كانت عندي، وادي الستنسل اللي انا اشتغلت بيه باللون التركواز اهو. عملت ايه تاني؟ اضفت الجديد بقى ان انا اضفت سي دي للمجموعة. طبعا السي دي القديم يعني الواحد يستفيد بيه برضو. اضفت وحدة على بعضها هنا، وجيت في الزاوية دي اجيبها كده شوية عشان تبان، حطيت نص، وعلى الزاوية اللي الناحية دي حطيت جزء، هيبان لما اظهر الشكل على بعضه. تمام. هاجي عند الكرسي. الكرسي فيه اشارب او شال محطوط عليه. انا هعمل الشال ده بايه؟ هضيف عندي هنا الوايبس، المناديل المعطرة نشفت فبستفيد بيها في اعمال برضو موجودة. ادي الوايبس بتاعنا، اضفت له غيرة وفي نفس الوقت بليته بالورنيش، غيرة وورنيش عشان خفيف وبسيط مش محتاج اعمل خليط. تمام اهو، هاتني حرفه عشان يبان ان هو متني ونازل ورا الظهر الخشب. ادي التانية دي عشان تبين، ما سيبوش بحروفه ناشفة كده. تمام. ادي كده وانا هحطه اهو، هكسر عشان طبعا الشال بيبقى محطوط مكسر مش مفروض اهو كده. الشكل ده، وهظبط بقى ان انا هبين الكمانجة كلها، هكسر الوحدات، الشيل نفسه متكسر بشكل طولي يعني الشكل ده، وطبعا هسيبه واقع من ظهر الكرسي زي ما هو باين كده، هبين الرجل فهو من ظهر الرجل من وراه يعني، بس خلاص واسيبه ينشف. بعدين هشوف هلونه ولا هسيبه ابيض، لسه هفكر. هتتفاجئوا طبعا بالنتيجة في الاخر. تمام خلاص كده ينشف، وبعدين هوريكو الشكل النهائي وهو كأنه متعلق، لان كده المساحة بتاعتي مش مدياني فرصة ان انا اظهره كله بصراحة. طبعا اهم حاجة ان انا وريتكو ازاي دمج الالوان ودخول الدرجات الالوان مع بعض، ازاي ان انا اكمل الفستان بالتلوين بنفس درجات الفستان. وطبعا الستنسل انا ما وريتكوش لاني اوريدي انا عاملاه في خطوات كتير قبل كده، وكل العمليات الموضوع ده لزق هنا لزق هنا لزق، ده كله بالغيرة. واضفت عندي دايرة خشب
قلت استخدمها مع الاشكال بتاعتي علشان ما سيبش الدايره الشفافه اللي جوه السي دي تبقى باينه. فاديتني شكل عجبني فسبتها. تمام كده هسيبه ينشف الشارب ده ونرجع نشوف هنعمل ايه او اوريكم الشكل النهائي للعمل. كده الشكل كله بعد ما خلص على بعضه، يا رب يكون باين وباين المجهود اللي اتعمل فيه وتعجبكم الفكرة. وزي ما قلتلكوا هو تكوين اكتر منه شرح تكنيك، يعني هو مفيهوش تكنيك، حاجة غير دمج الخلفية بتاعت الارض، ارضية اللوحة مع الوان خلفية الصورة. ده الحاجة الوحيدة اللي حاولت اظهرها وابينها لكم. وطبعا الستنس زي ما قلتلكوا معمول قبل كده وكله لزق وتكنيك الدمج بين الصور والالوان والستنسل مع السي دي اللي انا اضفتها، وطبعا قطعة الوايبس اللي هي المناديل المعطرة على الكرسي. برضو فكرة مختلفة شوية، مش شرط استخدم قماش قط لاني هو برضو الوايبس قطع من يعني قطنية شوية، ومسك فيها جغيرة ولزقتها، ودي النتيجة. هقرب جزء جزء علشان تشوفوا. السي دي كمان مديه شكل حلو قوي وفكرة مختلفة على اني استخدمتها على بعضها مش متقطعة. ادي الفستان تلوينه مش باين، يعني مش باين هو من الصورة. وادي الكرسي مع القطعة الوايبس اللي اتعملت ودهنتها برضو على اساس تبقى ماشية مع لون الفستان كأنه الشال بتاع العازفة. وادي الستانسل الاضافة مع نص السي دي مع الاركت، خشب الاركت اهو، مع قطعة الخشب اللي انا اضفتها على السي دي عشان تداري الدايرة في النص. وادي الستانسل اللي حوالين الكمانجا. كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يعني اكون وفقت في الاختيار وعجبكم واستفدتوا حاجة منه. شكرا والى اللقاء.